ليه ما عنديش. قال لي انا صبرت عليك بنتي، حيت لك شهر تعاونت معاك به، ولكن بنتي هاد 3 شهور تعطيها لي. هذيك النهار درت لايف على قبل الزوج ديالي كان كيسبعني، اللي هو مطلقه منه وكان كيسبعني، والحمد لله ملي شاف داك اللايف مابقاش الحمد لله كيسبعني ومابقاش كيهددني. دابا الحمد لله ما كنتيش كتقدري كاش تخرج؟ ما كنتش كنقدر نخرج. دابا الحمد لله بعد مني وعطاني الثقه صافي. دابا خويا دابا وليت عايشه انا وليداتي والوالده ديالي. دابا ما نكذبش عليك، دابا حاليا ما عندي باش نخلص الكراء لا ما لا ضو لا والو، حتى داك اللايف اللي درت واخا كنت واحد متعاون معايا وتا واحد متساعد معايا. يعني طلعوا الناس اللي باغيين يهضروا ابي الفيديو كيقول صيفطيني الصاوره يكون هضر معك ابي الفيديو، هادشي اللي كاين، كاين حتى شي حاجه اخرى. يعني كاين الناس اللي طامعين فيا، ما كاين حتى شي حاجه اخرى، هادشي اللي كاين اخويا. ودابا حاليا ما عنديش اخويا، فين غادا نمشي انا يعني وجوج وليدات والوالده ديالي؟ يعني انا كريابيس كريابيس اخويا ب 700 درهم وما عنديش باش غادي نخلصو. يعني من داك الوقت فاش درت داك اللايف تحت ما تعاون معايا. يعني دابا حاليا قلت غدا نعاود عاوتاني الا بغى شي واحد يتعاون معايا في قلب الرحمه الله يرحم ليهم الوالدين، يعني شي واحد باش يتعاون معايا باش نخلص على الاقل الكرا ونخلص الموضوع باش انا نعيش حياتي مع وليداتي وما بقاش خارجه انا الزنقه. حيت خرجت الزنقه تشرطت فيها رغم عندي لحنين الرحيم، يعني ما الا خرجت من السكنه اللي انا فيها يعني ما عنديش فين غادي نمشي. يعني الا خرجت سكنت في الزنقه صعيب عليا الحال انا وليداتي والوالده ديالي، يعني ما عندناش فين غنمشي. شحال دابا كيتساكن خويا؟ كنتسنى خويا دابا 3 شهور ديال الكرا، يعني ما عنديش باش غادي نخلص. حتى مول الدار صبروا عليا، دابا مول الدار صبر عليا الله يرحم ليه الوالدين. ودابا ما عنديش حاليا باش نخلص لي، ومسكين كان كيتسنى 4 شهور، دابا سمح ليا بشهر، يعني بقى كيتسنى 3 شهور اللي بقى كيتسنى. قال لي ديك 3 شهور جمعيها وعطيها لي في هاد السيمانه. انا قلت ليه ما عنديش. قال لي انا صبرت عليك بنتي، حيت لك شهر تعاونت معاك به، ولكن بنتي هاد 3 شهور تعطيها لي. قلت لي ما عنديش. قال لي شوفي بنتي اش غديري، الا ما عندكش هاد 3 شهور خبي لي محال، يعني ما عندي ما ندير لك انايا. يعني هو مسكين معاول على داك الكري، حتى هو راجل كبير وباغي مسكين باش ياخذ الدواء. اي واحد الله يكون في العوان الجميع. دابا حاليا انا معايا الله تفكيت من داك المشكل اللي كنت طايحه فيه. دابا حاليا الله غادي نتحرك غنمشي نخدم. يعني انا ما داك الوقت ما كنتش كنخرج كاع على الزنقه، ولا كنت كندور، ولا كنت كنقدر ندي سولادي ديال المدرسه وبادي، يعني كنسال الوالده ديالي مسكينه اللي كتديهم ليا، كنت يعني في الدار سد عليك. هاد كنت خايفه. ودابا حاليا وليت كنخرج بعدا، وليت كن وليت بعدا كنمشي ندير باني شويه عند العيالات، كنخدم عندهم. يعني يعني الله تحركت شويه شويه، يعني واخا كنمشي نخدم عند العيالات راه خدمه قليله ومدومه عند العيالات. يعني كل وحده وشحال كتعطيك، كاين اللي كتعطيك 1400، كاين اللي كتعطيك 1600، كاين اللي كتعطيك 100 درهم. هذيك 1400 1600 يلا كتقدى ليا، وكتشد النهار كامل وكتشد النهار كامل. يعني ما خصنيش نخرج كاع نجيب سولادي كاع من المدرسه. يعني هذيك 1400 1600 الله كتجيب ليا زيت سكر بوطي الخبات ليا. والبوطه دابا حاليا راه كيمشي اخويا، راه غلات كلشي، المصاريف دابا غلاو كاع، كلشي طلع، كاع المواد الغذائيه كلها غلات. يعني حاليا ما عنديش باش غادي نعيش، واخا انا ما عنديش ما عندناش ما ناكلو بعدا، ماشي مشكل الماكله، الماكله باش ما كان غندير باني، ولكن المشكل هو ديال الكرا. الا خرجت اخويا الزنقه راه ما عندي لا حنين لا رحيم اخويا اللي غادي يدخلني ساعه للبرد والشتا. انا عندك كنطالب من خوتي المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن باش هما يتعاونوا معايا على الاقل بعدا باش نخلص هاد 3 شهور ديال الكرا، باش ما نتشرطش انا وليداتي الزنقه وباش ولادي صغار اخويا. يعني ما يمكنش لي غنمشي نتشرط انا وياهم الزنقه مع مناسبه ديال هاد العيد الكبير. انا هاد العيد الكبير ما نكذبش عليك، الا جاب لي الله غدا نعيد، ما جابش لي الله ما غاداش نعيد، حيت ما نكلفش على راسي اخويا مع هاد المسؤوليه اللي عندي ومع هاد الغله اللي كاين. يعني الا ما جابش لي الله ما غاداش نقدر نعيد، يعني ما نكلفش على راسي باش غادي نشري الضحيه ديال العيد. حتى هي ما عنديش باش غادي نشريها، ما نكذبش عليك اخويا. يعني هاد الغله اللي كاين يعني كيبان لي لا ما غنضحيش هاد العام، ما غندبحش، ما غاداش نشري. يعني شاف في الله، يعني بنادم ما عنديش ما نتكلفش ونتسلف باش غادي نشري انايا، ما عنديش. وانا دابا حاليا اللي باغا انا من المحسنين الاقل يتعاونوا معايا باش نخلص الكرا، شي نخلص الكرا. هذاك هو الباب الوحيد اللي غادي نسدو عليه، يعني باش ما يبقاش مول الدار يجي عندي في الصباح في 12 في الليل. دابا غادي ما كيجي عندي، ما جاش عندي كيصيفط مع راسو كيقول لها قول لها تعطيك فلوس الكرا، قول لها تعطيك فلوس الكرا. يعني انا تضغيت بزاف، عاد عيطت لك عاود ثاني، وديما كتجي عندي الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير. يعني هادشي اللي بغيت نقول
الخوتي المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تعاونوا معايا الله يرحم لكم الوالدين اللي غني خصكم ديروني بنتكم واللي غادي يعيط ليا بغي يهضر ابي الفيديو باش نصيفط لكم تصابري وادي داك الشيء ما كاينش يعني انا ما كنصيفطش تصابري وما كنهضرش ابي الفيديو واللي باغي يشوف وجهي وجهي كيبين في الفيديو في اللايف يعني بين الحقيقة يعني ما عنديش علاش غادي نكذب ما عنديش علاش اللي باغي يتعاون غادي يهز نمرتي غيعيط لي نيشان غيقول لي خصي صيفط لي الكارت ديالك نصيفط لي غير يتعاون معايا واللي ما باغيش يتعاون باغي يتفلى وباغي تصابر باغي ابي الفيديو ما غاديش نهضر مع ابي الفيديو وما غاديش نصيفط تصابري يعني انا ما نكذبش عليك كنخاف الله يعني ما باغي نهضر مع حتى شي واحد لابي الفيديو لا تصاور